مساكم الله بالخير. مساء الله بالخير ضيوفي. اليوم راح يكون ويا الاستاذ كامل نواف القريري، نائب سابق والامين العام لحزب العراق هويتنا في الاستوديو، وكذلك الاستاذ محمد عامر حضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر السكايب، وكذلك الاستاذ زهير تشلبي عضو دوله القانون. مساء الخير. يا هلا وسهلا، الله محييك. مساكم الله بالخير ضيوف على السكايب. مساء الخير، تفضلوا. سلامي وتحياتي لك ولضيفيك الكريمين. شكرا سيد كامل. اليوم قبل ما نبدأ نسولف، حكومة السيد الكاظمي بداية شلون تقيمها؟ ولا هو الرجال بعد ما نبلش؟ والله يا أخي العزيز، أولا الله محييكم، محيي قناتكم الكريمة، محيي ضيوفك الكرام. أخي العزيز، اليوم أنت تعرف اليوم فشل الحكومة ونجح الحكومة. زين. عندما تفشل الحكومة هي سببها الفساد، وسببها اللي موجود حاليا، اللي حصل ما حصل للحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد هذا اليوم، عدم نجاح الحكومات في كل شيء خلال شكيا. زين. وفشل سبب الفساد اللي يحصل بين مؤسسات الدولة، هناك فساد. هل فساد تم استصاله؟ هل سراق اللي هم تم محاسبتهم؟ لا، الجميع يتحدث بالفساد وبالسرقة، وهاي الأموال الطائلة والترنوات تذهب إلى جيوب الفاسدين ومعروفين. زين. عن الحرام أنت تعرفه، تعرفه والشخصه، بس بهيج حالة من يحاسبه؟ ما حد حاسبه ولا راح يتحاسب. خلي أقولك إياه، عجيب. نعم، راح يتحاسب، لأن الوضع وضع اكو مافيات كبيره اكبر من الحكومه واكبر من اللي حاسبها. خليك اياها، حتى بدي اقول لك تجاوز على القانون. زين، بس يعني على طاري الفساد والسرقات وهاي التفاصيل، يعني نعم. اكو احاديث دارت بالاعلام بالوقت الحاضر انه تم سرقه 2.5 تريليون دينار عراقي من قبل في حكومه، او مليار دولار عفوا، ايه بس بالعراق حولناها قبل شوية. بالتأكيد أكو ملفات فساد في حكومة السيد الكاظمي. يعني برأيك سيد كامل، شنو الإجراء اللي راح يصير؟ راح يوقف الكاظمي في يوم من الأيام أمام القضاء العراقي ولا؟ أخي، لو أكو قضاء صحيح يحاسب المفسدين، وأكو شخصيات وطنية تحافظ على المال العام ومال العراقيين، ترى إحنا انسرقنا، خلينا نحكي كذا، ليس انسرقنا في هذه الحكومة، وإنما انسرقنا في الحكومات السابقة. نعم، الحكومات السابقة أمال ذهبت وسرقة الأمال، ومو نقول سرقة، مرات احنا نقول سرقة، لا، أريد أقول لك هذا المبلغ اللي انسرق هذا يسمونه نهب أمال وليس سرقة. النهب الجمل وما حمل، خلي أحكيك إياها، الجمل وما حمل. اليوم عندما يتحدث وزير، يا أخي أستاذ مصطفى، عندما يتحدث وزير بالسرقة ويقول لك أكو سرقة والسرقة الجهات الفلانية والجهات، حدثها الرجل، من حاسبهم؟ من هو اللي قال لهم تعالوا والله اليوم ان احنا هاي ان 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 من نمنع السفر؟ ابسط شيء، يمنع السفر قبل ما ينهزمون، قبل ما ينهزمون. مو هاي مال شعب، هاي مو مالكم، مو مال السياسيين، أمال الناس اللي هم سرقوا هاي الاموال. يجب على الحكومه ان تتخذ قرارات عاجله وسريعه. ابسط شيء، ما اخلي اي واحد يسافر. خلي اشوف سيد زهير تشلبي، مساك الله بالخير سيد زهير. مثل ما نفس السؤال راح اطرحه على حضرتك، راح يوقف الكاظمي امام القضاء العراقي بيوم من الايام؟ راح نشوفه لو لا؟ يعني السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لضيوفك الكرام. طبعا اللي يعني انا قلتها وقبل ايام، الايام القادمه راح تكون يعني هناك فضائح كبيره. أكثر من هاي الفضيحة حصل. يعني بعد أكثر؟ نعم، بعد كثير. أوه. أكثر من هاي الفضيحة. زين. لأنه مثل ما قال ضيفك الكريم الآن قبل شوية، تحدث يقول الآن أكو نهب للمال العام، مو سرقة أو فساد. فعلا أكو فرق بين النهب المال العام وبين الفساد. الفساد يحصل عن طريق كوميسيون، عن طريق رشوات، عن طريق صفقات عقود وما شابه ذلك يعني. ولكن النهب بالمال العام اللي دا يحصل الآن، وقبل استقالة السيد وزير المالية تحدث عن قضية أخرى قبل هذه، قضية سرقة التأمينات أو الأموال المؤمنة للضرائب العامة.
اكو قضيه اخرى مع قضيه شركه ايضا تعاقدت مع مصرف الرافدين ب 600 مليون دولار ايضا، وكان هناك خروقات وكان هناك مخالفات قانونيه. بوابه عشتار تقصد سيد زهير؟ نعم بوابه عشتار، عفوا عليك يعني. زين، فايضا واستقال الوزير بسببها، وقال هناك عصابات يعني ومافيات لنهب المال العام. ولا حد يلتفت، البرلمان كان معطل تعرف بهذاك الايام ايام استقالته. زين، ولكن الان المطلوب يعني حتى نكون دقيقين، لان القضاء لا نريد نتهم القضاء جزافا، القضاء يحكم بالاوراق الامامه، القاضي يحكم بالاثباتات الدامغه، ما يحكي بالشفهي. يعني يطلع واحد بالاعلام مثلي انا ويقول فلان حرامي وفلان كذا وفلان سرق كذا مليار كذا، اوكي، لكن عندما تجي امام القضاء هون تكمن العمليه. يتهم القضاء في حال الثبوتات وكلها واضحه، مثل ما فعل مثلا ايضا الاستاذ الان مكلف رئاسة الوزراء محمد الشياع السوداني قبل فترة، ايضا قام دعوة على اسيس هيل، والحكومة العراقية تطلب ملايين الدولارات ايضا تهرب ضريبي من قبل هذه الشركة اللي هي شركة اتصالات. زين زين، بعدين كيف نسد الموضوع؟ ما نعرف. الرجال نجح ووصلهم للقضاء، ولكن كيف اغلق هذا الموضوع؟ ايضا هذه الامور الاخرى، يعني الان مثلا يعني هاي المليارات، يعني نحن دولار يتحرك بالعالم، البنك الفيدرالي بجسات البنك الفيدرالي الامريكي فورا تكشف هذا الدولار وين يتحرك، مليارات ليش تتحرك وما دي ما ما يعني. ايضا صار تشويش على بجسات البنك الفيدرالي الامريكي. على كل حال، حتى الامريكان هم صنعوا الفوضى بالعراق الخلاقه كما تسمى، وصنعوا الفساد معها. واول فاسد بالعراق هو المجرم البريمر، عندما كشفه المرحوم الدكتور احمد الكلبي بسرقه 8 مليار دولار ايضا ما بها كشوفات ولا بها تسديد حسابات. من هذاك اليوم نحن دخلنا في هذا الموضوع، موضوع الفساد. خليني اشوف سيد، اتفضل. نعم لا خذ راحتك، لان اربع ضيوف الله يعينك. زين، خليني اشوف سيد محمد عامر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد محمد عامر، اليوم خليني اسمع وجهه نظر الجانب الكردي بالسؤال اللي طرحته على الاساتذه الموجودين وياي بالاستوديو. راح توقف اليوم حكومه اقليم كردستان ويا حكومه بغداد من اجل تقديم المذنب للقضاء العراقي وارجاع هذا المال اللي تم سرقته؟ يعني بعد التحيه مره اخرى استاذ مصطفى، هذه اول مره اكون في خدمتك، اسمح لي احيي جمهورك مشاهديك ايضا. شكرا. يعني حقيقه كمبدا يجب أن ننظر إلى السيد الكاظمي من هذه الزاوية. كان هناك اتفاق أو محاولة اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية، كان يقودها السيد عادل عبد المهدي، وأنا أتذكر ربما أكبر وفد دبلوماسي إداري عراقي إلى دولة خارجية كان هذا الوفد اللي رافق سيد عادل عبد المهدي إلى الصين. ما فعله السيد الكاظمي هو الانسحاب، العودة من هذا الاتفاق والتوجه إلى اتفاق آخر مع مصر العربية، مع أردن العربية، وباتجاه دول الخليج. لا شك أن هذا لم يكن يعجب الكثيرين، بحسب قراءتي لم يكن يعجب الكثيرين في العراق، ومن هنا بدأت مشكلتهم مع السيد الكاظمي. وإلى ذلك وصلت الاتهامات أو وصلت الشكوك بالسيد الكاظمي إلى أنه قد تكون له يد في موضوع اغتيال رجل إيران الأول الذي كان يمثل مكتب المرشد في إيران، ريبري جمهورية إسلامي في إيران في العراق،
وحقيقة جمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعتمد على هذا الشخص بشكل بدرجة كبيرة. المسلحين داخل المجاميع المسلحة داخل العراقية كان هذا الرجل يضبطها، وكان ذلك ضربة شديدة إلى نفوذ الجمهورية الإسلامية في العراق. والسيد الكاظمي اتهموه، أنقل ما أسمعه أو ما تنشره الأجهزة الإعلامية والقنوات التلفزيونية المرتبطة بهذه الجهات. لا شك ولا أستبعد أن تكون هناك محاولة لإيذاء الكاظمي، عبر عنها بهذا الشكل. ماذا سيكون موقف الطرف الكردي من تحديم من تقديم شخص مذنب سارق؟ واللي اعرفه كك مصطفى اتوقع 3 مليار عراقي و700 الف، يعني لا تنقص لها الله يخليك، دولار المبلغ. الدولار ممكن يكون حسابك انت. بالضبط. صحيح، عذرني انا. نعم، يعني لابد، ليس هناك حل آخر سوى تقديم هكذا مجرمين إلى القضاء. لكن يعني من سرقوا العراق والأموال التي سرقها كانت أكبر بكثير من هذه المبالغ التي كشف عنها في الفترة الأخيرة، والدماء العراقية، سيادة الدولة العراقية، يعني أمور أخرى كثيرة. يعني أفهم من حضرتك أنه الجانب الكردي راح يكون إلى جانب الجانب البغدادي أو الجانب العراقي والجانب القانوني في يوم من الأيام، لو لا؟ كاك مصطفى، يعني في هذه النقطة خلينا كعراقيين نتكلم. بالضبط. يعني جانب كردي وجانب شيعي وسني. وأنا سميت لك إياها بكل التسميات قبل ما أطرح السؤال. يعني المفروض ما يكون عندنا بهذه النقطة، المفروض ما يكون عندنا جانب كردي، جانب سني، جانب شيعي. هناك جريمة نهب أموال الدولة اكتشفت، والمفروض كلنا، أولا وسائل الإعلام التي تؤثر وتخلق الرأي العام، وثم الأحزاب السياسية والأجهزة المسؤولة كلها. بالمناسبة يعني بحسب تصريحات السيد الكاظمي نفس هذه القضية هو كان قد رفعها سابقا إلى المحاكم العراقية. هسه ليش المحاكم وقتها سكتت وهسه صايرة تحقق بالموضوع؟ يعني ما عندي تفاصيل كثيرة سوى أن أقول هذا يسحبك إلى شكوك، لأنه هذه القضية قضية مو جديدة. اليوم السيد الكاظمي قال احنا قبل فترة، ما اعرف اعتقد اشهر، مقدمين هذه القضية بالأدلة الى المحاكم والمحاكم ما تستجيب. شلون صارت هالايام؟ في كل الاحوال بادرة خير. خليني اشوف سيد كامل. سيد كامل، انا شفتك تدون بعض الملاحظات قبل ما اسالك، ايش كتبت؟ والله ما كتبت في شيء، بس تعرف انت الإدانة للكاظمي اليوم، تعرف انت اكو مسهل للسركة، تدري هاي الأموال ليس هي قليلة المسروقة، واليوم أعلنوا عنها، فهذا الأمور من سهل ومن عاون، وبعدين توصل للسيد الكاظمي. هل كاظمي شلون تثبت إدانته؟ عندما تكون هناك اعترافات، عندما تكون هناك تحقيق، عندما يمسك السارق هاي الأموال ومنه عاونه على سرقة هاي الأموال، هاي يجب على القضاء والتحقيق والجهات الأمنية والرقابية أن تتابع هذا الموضوع. هذا الموضوع هسه أكثريتهم معنا ناسينا بصراحة. نتحدث أنا وأنت والأخوان، وأكو سرقة، وأكو سرقة كمال يابا العراقيين، ترى أن سرقتوا بكتوا فلساتكم الباقين، فسوى من تقول لها شكل. أكو جهات ما يعني هذا الأمر، أكو جهات هي متورطة بالفساد وبالسرقة. عجيب. ما يريد يفتح، يقول لك أنا أفتح هذا الملف مال هذا السرقة، هاي المليارات الدولارات اللي أخذوها راح تطلع على فلان وتطلع على فلان. وثق بالله لو أكو تحقيق هسه صحيح وعلى كل الأموال اللي انسرقت، ثق يا أخي مصطفى، ثق، هاي كلها تحاسب وتوقع بها رؤوس كبيرة وكبيرة وكبيرة. خلي أحكيك إياها، لأن الفساد كبير، والفساد دمر هذا البلد وأوصل بلدنا إلى هذا الحال، وأنهكنا وأنهك شعبنا اللي هو الفساد. إحنا شلون نقدر نسيطر على الفساد إذا إحنا فاسدين؟ إحنا خلي أقولك إياها،
احنا فاسدين، شو راح الطبقه السياسيه تقصد؟ نعم الطبقه السياسيه هي 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 هي, هي, هي علمتهم على الفساد. والله شلون انت دوله؟ لا هاي اذا فوضى اك مصطفى اليوم فوضى. اذا ينسرق هذا المبلغ من الدوله والدوله ما عندها علم ولا تدري، لا حكومه ولا جهات امنيه ولا رقابيه ولا امور، وما يدرون بهاي الاموال المسروقه، زين احنا وين نايمين ورجينا بالشمس؟ زين شلون يصير هذا؟ زين خلي اشوف سيد زهير احنا سمعنا الاراء، سمعنا سيد محمد وسمعنا سيد كامل وقال انه الطبقه السياسيه اتهمت اليوم بالفساد، سيد كامل قال بالوقت الحاضر، لذلك راح اتوجه لك بسؤال بعد تكليف السيد السوداني. لا اخي يعني انت ليش تقول انا قلت قال الوزير؟ الوزير؟ وزير نعم تحدث وزير قال مسؤولين كبار ووجهات اللي هي سرقة هذه الأموال وتلاعبت بهاي الأمور كلها بالإعلام حكاها الرجل. يا وزير؟ وزير النفط أعتقد المالية اللي ما استلموا مكان. وحضرتك أكدتها للمعلومة يعني؟ نعم أكدتها للمعلومة، لأن أنت تدري أنا ما أريد أكذب وزير بالدولة. زين خلي أشوف سيد زهير. سيد زهير اليوم تكلف السيد السوداني بعد اجتماع آراء الأغلبية وحصل على الثقة المطلوبة من الشعب العراقي وكذلك من الجهة السياسية، 90% من الجهات السياسية أيدت السيد السوداني، لذلك أنه اليوم راح نشوف أكو خطوات جدية على أرض الواقع أقلها لمحاربة الفساد بالأيام الجاية. طبعا هذا قبل التشكيلات الوزارية يعني. يعني هو الفساد تعاظم في هذه السنتين، هو الفساد موجود وكل الحكومات متهمة بالفساد، هذا موضوع ثاني. الاتهام شيء والإدانة شيء آخر. يعني لحد الآن أنا دا أسمع أرقام خيالية، ولكن أنا لحد الآن ما أعتبرها حقيقة. ليش؟ لأنه كما قال ضيفك الكريم القانون القضاء هو اللي يحدد من هو المدان ومن هو المجرم. بعد ذلك بالإمكان أن نتحدث عن هذا الموضوع. الفساد موجود وهناك لجان اقتصادية موجودة والكل يعترف بهذا الاتجاه. فإذا موضوع الآن يعني يا ريت يكون هناك درس، لأن اللي حصل وهذا الانسداد السياسي لمدة سنة كاملة يجب أن يتعظ الجميع، لأن القضية قضية شعب، قضية وطن، أصبحت الآن قضية رأي عام، أصبح الفساد والإصلاح يعني. فهذا من الواجبات وأولويات رئيس الوزراء الآن يحدد مواطن الفساد وين، لأن إذا يشغل نفسه بالمحاكم واللجان ومتابعة الفاسدين ما راح يقدر يشتغل. المفروض الآن نوجد آليات لإيقاف الفساد، ومنها تعظيم ودعم الرقابة المالية اللي هي مؤسسة من أعظم المؤسسات في العراق الآن، لأن هذه الرقابة المالية اللي استعرضنا عليها بهيئة النزاهة هي اللي يعني شتت الموضوع وجعلت منافذ الفساد أكبر بالإمكان التوطية عليها نتيجة هذه المنافذ المتعددة. لكن الرقابة المالية كانت ولا زالت تكشف الجريمة الحسابية قبل وقوعها، وأنا أعرف آليات العمل مع الرقابة الحسابية. هذا المطلوب الآن السيد محمد الشجاع السوداني الرئيس المكلف أن يذهب بهذا الاتجاه ولا يشغل نفسه بمواضيع الإعلام، خلينا نقول بهذا، يعني راح يضيع بهذا الاتجاه. يذهب خطين متوازيين مع الكتل السياسية، اللجان الاقتصادية وإنهاء، لأن اللجان الاقتصادية ما موجودة بالدوائر الدولة، موجودة في مقرات الأحزاب، ويشتغل بالخط الثاني لإعادة إصلاح مؤسسات الدولة والذهاب باتجاه التنمية الاقتصادية المستدامة. سيد زهير، وهذه تحتاج دقيقة، تحتاج إلى مستشارين بروفيشنال، مو مستشارين عمك وخالك وصديقك وهذا كان معي في المدرسة أو هذا جاري أو هذا صديقي أو هذا أضمن ثقته أو هذا ما ثقة. لا بس مو هكذا. بس سيد زهير، يعني بالمستقبل أنه إعطاء الثقة للسيد السوداني، السيد السوداني ما راح يعتبرها دين لازم واحد يرده؟ لا مو هالشكل. مو هالشكل؟ لأنه تكليفه كان وفق الظروف اللي كانت موجودة، هي ظروف الانسداد السياسي
والصراع والانقلاب على العملية السياسية، هذا اللي كان. فالآن الكرة في ملعبهم، يعني مو بس بملعب السيد السوداني، في ملعب كل زعماء الإطار، لأنه فشلوا، يعني فشلهم، لأن هم هو مرشح الجميع وليس مرشح حزب معين. هذه النقطة هون تكمن العملية، فيجب أن يتعاونوا لإعادة الأمور إلى نصابها وبناء الدولة والمباشرة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي وكل شيء. نعم زين، بس وصلونا صوت الأستاذ زهير لسيد محمد بالوقت الحاضر، لأن سمعت أعتقد أنه صوت ما واصل بشكل واضح. سيد محمد، أكو هواية أقاويل بالإعلام، من نواب، من سياسيين مستقلين أو منتمين لأحزاب، قسم تراهن تقول أنه سيد السوداني راح ينجح، قسم يقول لك لا والله راح يفشل، قسم يقول لك لا والله الوقت اللي اختير به سيد السوداني وقت كلش صعب، الجانب الكردي ويا قسم راح يوقف اليوم، وشلون راح يعين السيد السوداني حتى يتجاوز هاي الأقاويل؟ يعني كاك مصطفى، أولا فيما يخص الجانب الكردي وتحديدا الديمقراطي الكردستاني، هو جانب فيما يخص حل المشاكل في العراق، ويعتقد بأنه أي مشكلة يجب فقط أن تكون على طاولة المفاوضات ومع المركز. وحقيقة هذا كان السبيل اللي سلك الديمقراطي الكردستاني، هذا تراه تفاوض مع البعث في نسقه الثلاثة مع عبد الكريم قاسم إلى عادل عبد المهدي وكاظمي وعبادي وإلى آخره. يعني الرؤية الكردية ثابتة من هذه الناحية. إلى ذلك هناك ليسميه ضغوط من عدة أوجه على القيادة في أقليم كردستان، أولها ضغط أممي، لا تنسى مجلس الأمن يطلب أن التواصل بين أربيل وبغداد، فلهذا الجانب الكردي حقيقة لا يستطيع أن ينسحب من المشاركة في الحكومة في بغداد، وهو يرى في مصلحته في ذلك. يعني هذا قطع الأرزاق اللي يصير من بغداد تجاه أقليم كردستان في حالة وجود حكومة مستقرة، ممكن التباحث والتفاوض حول هذا الموضوع، وهذا أيضا يجلب له ضغط آخر من الشارع الكردي. غالبية جماهير كردستان تعتقد أنه وجود الحزبين الكردين الكبيرين في بغداد قد يقلل من معاناة قطع الأرزاق اللي قوم بالحكومة الشيعية في بغداد أقليم كردستان. وهناك أيضا ضغط دولي عام، يعني عندك أمريكا، عندك الحلفاء، لن تنسى حرب داعش. سيد محمد وزير النفط يعني ما بي مشاكل؟ كل الوزارة بيها، قصدي نفط البصرة، كل الوزارة طبعا بيها مشاكل. العراق دولة تعتمد 95%، أكثر من 95% في اقتصادها على النفط، وما عدا قانون النفط، هذه فضيحة. يعني واليوم الجانب الكردي يصدر النفط، يعني هذا ما يعتبر قطع أرزاق عن بغداد، وبدون ما ترجعون لبغداد بأي شيء؟ لا لا لا، يعني إذا تسمح أولا أتبقى. يعني المفروض دولة، يعني حقيقة أعذرني على التعبير، لازم يخجلون من أنفسهم. أكثر من 95% من ميزانية من دولة معينة تعتمد على النفط، وهذه الدولة ما عندها قانون النفط. الحكومات والأحزاب تمتنع أن يكون لها قانون نفط وفق الدستور العراقي. فيما يخص جانب أقليم كردستان، يعني أقليم كردستان أصبح يبيع النفط بعد 2014، وبعدما كان يعاني الإقليم من حرب داعش، وبغداد تقطع عنه السلاح وتقطع عنه الرواتب، والآن هناك تصفية، يعني مقاضاة. سيد زهير، لأنه الكمية، يعني يعني أنتوا لا، ما يخالف، مو أنتوا اليوم يا سيد محمد، اليوم أنتوا تبيعون النفط على اعتبار أن أنتوا دولة مستقلة عن العراق، انتم ما ترجعون قراركم لبغداد. لا لا كاك، زين انت فاهم الموضوع تماما خطا. زين فهمني صحيح. لاحظ، اي هسه اقول لك، احنا نبيع النفط صح،
حكومة أقليم كردستان تبيع النفط، تحصل أموال من هذا النفط. مقابل الأموال اللي نحصل عليه من النفط المستخرج والصادر من أقليم كردستان بحسب قانون الميزانية لسنتين الأخيرتين، الحكومة الفيدرالية تستقطع هذه المبالغ، هذا فيما يخص النفط وفيما يخص الواردات الجمركية أيضا. نحن قصدك على 250 ألف برميل سيد محمد، لو على المليون برميل، بس حتى نفهم بشكل أوسع. لا وين مليون برميل؟ أكو تقارير قالت أنه تقريبا يوميا أقليم كردستان يصدر معدله أكثر من مليون برميل يوميا. بغداد ما تدري عنهم شيء. يا ريت والله، يا ريت، بس بعدنا ما واصلين هذه المرحلة، ويا ريت جميع المحافظات والمناطق العراقية تستطيع أن تقف على ساقيها وتبني منطقتها، وفي هذا خير العراق بشكل أجمع. يا ريت البصرة كانت هكذا، يا ريت الخير الموجود بأنبار والفوسفات الموجود بأنبار كان يستغل لصالح هذه المحافظة أو لهذه. والله يا سيد محمد، تريد الصراحة؟ تريد الصراحة يعني أخوي. يعني نفط البصرة اللي هي البصرة اللي شايلة 70% من إيرادات العراق، 3/4 تروح لإقليم كردستان. هذا موضوع. الموضوع الثاني المنافذ الحدودية سيد محمد. دقيقة مصطفى، تفضل. يعني رجاء ما نخدع الرأي العام أخوي. الميزانية العراقية اللي وصلت إلى أقليم كردستان من 2003 لغاية اليوم هي مجرد 5%، فقط 5% من الميزانية العراقية وصلت إلى أقليم كردستان، و 12% نازلة عن الجانب الكردي البغدادي. لا لا أخوي، ما أنت اسمع لي، إذا 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 نسمع إذا إذا نسمع بعض راح نفهم بعض. أنا أسمعك تفضل. لأنه بالنهاية نريد نوصل الحقيقة، الرأي العام الواعي نريده، حتى ما نتحاكم ضد بعض، محتاجين بعض، أخوة بعض. يعني المجموع اللي وصل من الميزان، لأنه أنت عندك أشهر وسنوات تم قطع الميزانية تماما عن أقليم كردستان، عندك بعض السنوات يعني المقرر 17 الواصل 14، عندك سنوات المقرر 12 الواصل 10% إلى آخره، لكن كمجموع خلال هذه السنوات كلها الواصل إلى أقليم كردستان فقط 5%. ال 95% أنت أسأل عنها، إحنا نعرف ال 5% شنو سوينا. خلي الجمهور العراقي اللي يتفضل يشرفنا بكردستان، وأتمنى كلهم يجون يشوفون حتى يعرفون هذا العراق وخيرات العراق إيش قد، حتى تبني أقليم المحافظات الثلاثة. والله خيرات العراق خير من الله. إذا أريد نجيب ورقة وقلم ونحسب شنو خيرات العراق، خير من الله. سيد زهير، بس إذا تسمح لي سيد محمد، كاك محمد إذا تسمح لي، خلي أشوف سيد زهير. سيد زهير، حضرتك سمعت سيد محمد يقول إنه اللي يوصلني بالوقت الحاضر هو الصافي 5% من ميزانية كردستان. لا لا، خلال جميع السنوات 5%، هذا اللي قلته أنا. إيه خلال جميع السنوات. وأنا قلت لك الصافي يا سيد محمد، خليني أسمع سيد زهير، تفضل. تمام أخوي، تفضل. عيني شوف، دحكي لك، هذا ما موضوع الحلقة مالنا اليوم. صحيح. لو كان موضوع الحلقة مالنا اليوم كان أنا قدرت أن أجاوبك بالتفصيل وبالأرقام وبالدقة الكاملة. زين جاوبني باللي موجود عندك حاليا. هذا تعرف سبب هذا الموضوع، حتى الآن الأستاذ محمد من أخونا من الأقليم، نحن بسبب عدم وجود أي رقابة مالية. بس علوني صوت أستاذ سهيل، الله يخليكم جماعة، علوني الصوت شوية شباب، علينا الصوت يم سيد محمد سهيل. نعم زين تفضل. ما عندنا ديوان الرقابة المالية على الأموال التي تصرف والواردات وعدد الموظفين وكما تسمى الميزانية التشغيلية للأقليم. احنا اي واحد يتحدث يطلع يحكي ارقام من النواب او من الاقليم او ما شابه ذلك، هذه كلها ارقام غير دقيقة. بس المعروف انه المحكمة الاتحادية عندما صدرت قانون النفط والغاز ومنعت واعتبرت تصدير الاقليم غير شرعي،
هذا موضوع الحكومة الاتحادية وموضوع منظمة أوبك أيضا، وهذا موضوع حسب الاتفاقات الدولية. أنت تعرف الآن تركيا متوجب عليها أن تدفع للعراق غرامات تصدير النفط من إقليم كردستان أكثر من 20 مليار دولار. من راح يدفع هاي الغرامات سيد زهير؟ من يدفع هاي الغرامات؟ نعم بسبب فرق الأسعار. لا أتحدث عنه وزير النفط طبعا، مو أنا تحدثت عنه. اللي انسحب من وزارة المالية بسبب قرار البرلمان أيضا تحدث عن هذا الموضوع. هناك دعاوي على تركيا أيضا بهذا الاتجاه، لأن هذه مخالفة قانونية، قانون الدولي، قانون منظمة أوبك، لأن الأوبك هي اللي تحدد أسعار التصدير. وهذا القانون والدستور يقول واردات النفط بس الموقف الدولي واضح استاذ زهير الله يخليك، يعني الامم المتحده تقول لك روحوا تفاهموا مجلس الامن. صوته ما في استاذ. انا على مجلس الامن، انا داعي على منظمه اوبك والقانون الدولي للتصدير واسعار النفط، ما يصير واحد يبيع بكيفه. الان من يحدد اسعار النفط؟ جنابك ولا جنابي؟ حدد اسعار النفط منظمه اوبك العالميه. والان امريكا تسعى بكل جهدها لانهاء موضوع منظمه اوبك وتفليشها، بسبب حتى تقدر تسيطر على هذه الدول وتصدير واردات حسب مزاجها. هذا الموضوع وليس الموضوع. انا ما عندي مشكله اذا الاقليم اخذ كم مليار زيد، انا ما عندي مشكله، ايضا بلدنا وماكو مشكله. لكن المشكلة أنه إحنا ما عندنا رقابة مالية على الإقليم. واردات مثلا إبراهيم الخليل هذاك اليوم تقدر أنه هناك عجز في هذا الموضوع، وزارة المالية بلسان وزير المالية علي جماعة عمي. أما توصلوا لي صوت أستاذ سهيل بشكل كامل أفهمه، أو رجاء، لأنه يعني ما نريد المشاهد يسمعني وكأنه أنا موافق على كلامه. والله الشباب بالاستوديو موصلين يعني الصوت وعندنا أحدث الأجهزة، بس الظاهر الخلل، الظاهر الخلل من صوت الجهاز اللي أنت يمك سيد. لا والله صوتك صافي ما شاء الله على صوتك، وصوت استاذ كامل ايضا هكذا صافي. خلي سيد زهير يكمل فكرته. سيد محمد خلوها مناقشه بيناتنا، واما لازم يكون صوته يوصلني بشكل صحيح. سيد محمد والله الصوت واضح ويمي واضح، لا الشباب يوصلوه بشكل واضح. انا المخرج دا يقول لي، انا ما ادري المخرج دا يقول لي، فالمخرج الرجل مهندس فدا يقول لي المشكله انه مو يمنا، المشكله يم حضرتك. فخليني ارجع سيد زهير يكمل فكرته حتى دا ارجع لسيد نواف. كامل نواف غريري نواف دائما هاي بالاعلام. الموضوع احنا ما نعرف الارقام بالضبط وكيف والكميات اللي قد تصدر. هسه عندك 3 مليون برميل، هي مو مليون، هي حوالي 600 الف برميل من كركوك ومن اقليم كردستان. هذا موضوع انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، وين بدها تروح الواردات، بس هناك ايضا التصدير بالطرق الغير رسميه يعرض الاقليم الى الابتزاز من قبل تركيا ايضا. يعني انا ايضا داحكي من صالح الاقليم، لان الاقليم جزء من العراق، ونحن ايضا هذا شعبنا الشعب الكردي ما عندنا مشكله. حتى اذا راحت مليارات زايده في 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 اعمار وخدمه اقليم وشعب اقليم كردستان، لكن احنا مشكلتنا ما عندنا رقابه ماليه، ما نطيق نتحدث، ما نعرف. يعني هسه عدد موظفين الاقليم احنا ما نعرفه. زين. يعني الميزانيه التشغيليه ما نعرفها. يعني هون تكمن العمليه، يعني هم لو يكون هناك الحكومه الاتحاديه اكو مؤسسات يسموها مؤسسات اتحاديه. يعني الان شو مثلا الانتهاكات اللي تصير على الاقليم كردستان وهي مفروضه، مرفوضه لان كانت من ايران او كانت من تركيا. احنا عندنا قوة عسكرية أو الشرطة الاتحادية اللي هي بالدستور تشرف على كل حدود العراق، ما موجود عندنا قوة عسكرية تشرف عليها الحكومة الاتحادية في بغداد. ولهذا تصبح هذه الانتهاكات ويصبحون ضعيفين أمام مرمى هذه الدول. سيد زهير إذا تسمح لي سيد زهير. نعم. خليني أخذ رأي سيد كامل. سيد كامل يعني هو شوية طلعنا من موضوع الحلقة، بس يمكن هذا شيء خاص بقضية فساد إحنا متوجهين حتى نحاربها. سيد كامل تفضل اعطيني رأيك بالحوار اللي دار.
والله يا اخي هسه انت تعرف انت الفساد هو موجود ان كان على الحكومه الاتحاديه وكان في الاقليم وكان كذا، بس يقول لك احنا فساد بس عمرنا بلدنا، عمرنا مناطقنا، عمرنا الاقليم، بس انتم بقتوا الفلاسات طلعتون خارج البلد. خل اقول لك اياها. فهم بالنسبه لك انت كل شيء اللي حصل هاي الاتفاقيات اللي جايه تحصل مع الاقليم موافقه الحكومه الاتحاديه. طبعا هنا 17% صوت عليها البرلمان وكانت 17% موافقه الحكومه الاتحاديه. ما اخذوها بالقوه، هسه انا ما ارد احكي لهم. وثانيا النفط عندما تسويق النفط وما عدم رجوعهم الى الحكومه الاتحاديه والى وزاره النفط اللي هو عن طريق تسويق النفط عن طريق شركه سوم، وهذا ما حصل. طبعا هذا هم خرق جاي يحصل. بس هنا عندما يحصل هذا يا اخي الحكومه الاتحاديه لو ساكت عن هذا الامر، لوش ما تقول الاقليم يابا تعال انت اقعد. احنا بالنسبه لنا حكومه اتحاديه الاقليم يرجع للحكومه الاتحاديه، القرارات تؤخذ من قبل الحكومه الاتحاديه. اخي حكومتكم موافقه، عندما ياتي رئيس وزراء يتوافق ويقول لهم اخوان انتم اللي بالاقليم ايش تردون، انا حاضر بس خلونا اكون رئيس وزراء. زين خلي خلي اقول لك اياها، مو بس رئيس وزراء الحالي، حتى السابق احنا بالخط العريض. خلي اقول لك اياها، فالامر مو متروك. يقول لك انا ما اخذت من عندك انت بالقوه، انت 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 موافق، الحكومه الاتحاديه موافقه. سيد كامل، على طاري رئيس وزراء والوزارات، يعني برايك على شنو راح يعتمد توزيع الوزارات الحكوميه بالايام اللي جايه؟ يعني اريد اخذ رايك كسياسي. حضرتك قلت لي قبل شويه سياسي مستقل اولا. نعم تفضل اخي العزيز. بالنسبه لتشكيل الحكومه، تعرف اليوم المكلف السيد السوداني، السيد محمد شاع السوداني بهذه المهمه، وهذه المهمه صعبه جدا وفي ظرف صعب. وفي ظرف اللي هو انسحب ثلث المكون الشيعي. معنى اليوم نعتبر احنا ثلث المكون الشيعي مسحوب اللي هو التيار الصدري. والعمليه اليوم لفرحه العراقيين عندما تشكلت الحكومه وتشكل رئيس الوزراء وشكلت المكلف اللي هو السيد محمد شاع السوداني، فكانت الفرحه ناقصه. خلي اقول لك اياها، وفرحه العراقيين ناقصه عندما تيار صدر عدم مشاركته بالعمليه السياسيه. وتعرف الايام احنا الوضع هذا اللي مر على البلد ومر خلال الانتخابات هذه الفتره صعب جدا. واليوم السيد محمد شاع السوداني معنى يخوض اكبر مهمه صعبه في حياه العراق في العمليه السياسيه. اليوم كيف يثبت السيد شاع السوداني محمد شاع السوداني، وكيف تشكيل الكابينه الوزاريه، وكيف الصراعات موجوده بين المكونات. خلي اشك اياها معنى داخل المكون الشيعي. خلي اشك اياها اليوم عندما تكون هناك، كيف يكون اختيار الوزراء؟ المكون السني يريد اختيارات شكل، عندك المكون الكردي اعتبر أن هم يريد تشكيل وزارات. فالأمر صعب جدا، والسيد محمد الشاع السوداني يواجه مهمة كبيرة جدا يثبت خلال هذه الأيام وخلال 10 أيام هل يستطيع تشكيل الكابينة الوزارية؟ زين سؤال، هل يستطيع إقناع الكتل السياسية جميعا اللي موجودة؟ تعرف اليوم عدة أطراف عندك، المكون السني بأطراف، والمكون الشيعي حاليا اكو اطراف اللي هي تريد المناصب وتريد الامور الاخرى. بس السيد شاع السوداني سر نجاحه يا اخي، واني اقولها من خلال قناتكم، زين ما حاجه انا اذهب، اني اريد اشكل حكومه وتكون حكومه ولا اهل العراق ولا للشعب العراقي، وتكون مؤسسات ناجحه وتحقق طموح المواطن العراقي. اخي خلي يذهب الى الوزارات، يذهب خلي يكون اختياره من كل وزاره، يطلع شخص من رحم الوزاره الفلانيه، يروح للتربية. ما شاء الله عندنا عقول وكفاءات وتخصص ومهنية موجودة في وزارة التربية وفي الوزارات الأخرى، وكل وزارة يجيب لوش يقول لهم أخوان بالله أني رشحوا لي المكون الشيعي ورشحوا لي المكون السني ورشحوا لي، وبعدين يظلون يتحكمون بالوزارات والوزارة تفشل. وعندما يريد يحاسب أي وزير راح تطلع هذا الحزب المعني وراح يقول له لا احنا ما نسمح لك، هذا وزيرنا. زين خلي اشوف سيد زهير من خلال كلامك. سيد زهير، السيد السوداني قبل تكليفه برئاسه الوزراء وتشكيل الكابينه الوزاريه، تعهد البعض الشخصيات الحزبيه المقربه السياسيه انه يعطيهم مناصب، يعطيهم اي شيء، يعطيهم وزارات.
صار هذا الشيء. شوف احكي لك الاطار التنسيقي بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان، ذهب وصادق البرلمان ايضا على البدلاء، اكتمل نصاب البرلمان وذهب الاطار في موضوع اختيار رئيس الوزراء، وما تاخر الامر شهر زمان وتم تكليئه ترشيح السيد محمد الشيع السوداني، وكان هذا من قبل لجنة مختصة يترأسها أعتقد السيد عمار الحكيم، وكان هناك أكثر من 15 20 مرشح تقريبا إلى هذا المنصب، ووقع الاختيار بالأخير على السيد محمد الشيع السوداني وفق مواصفات معينة وكذلك خبرة وكذلك ما كان هناك أي شروط، وأيضا كان المرشح أيضا كان له شروط أن ينطونه الحرية في اختيار حكومته. وأنا أقول يعني وأقولها الآن من خلال قناتكم إلى السيد، أنا نتيجة خبرتي يعني صار لي مواكب هذه العملية كل الحكومات تقريبا، أنت الوزارة هي منصب سياسي وليس منصب، يعني ما شرط يعتمد على أنه الشخص يكون خبير مثلا بالزراعة حتى تخليه وزير زراعة، لا هو هذه المناصب تتوزع بهذا الاتجاه في كل دول العالم، في بعض الأحيان تتوزع على شكل سياسي. ولكن أستاذ زهير، إذا أنت خرجت، أستاذ زهير إذا أنت خرجت عن الكفاءة والتخصص المهنية، احنا اليوم لو ما نقول مهني في مجال التربية والتعليم، احنا عندنا انهيار بالتعليم لو ما عندنا، عندنا انهيار في وزارة الزراعة، نعم الصناعة عندنا، يا اخي يجب علينا ان نختار من رحم معاناة هاي الوزارة ويكون عندنا الكفاءة والتخصص المهنية نعتمد هاي، والله مو اني اجيب لي واحد من حزبي او اجيب لي من الحزب الفلاني ورشعه هذا وما يعرف شلون يدير الوزارة. خليني اسمع سيد زهير. نعم خليني اسمع سيد زهير، اسمع رده. خليني اكمل يعني ما قاطعتك. تفضل. أنا بالنسبة أنا أبقى معاكم. ما أنا المشكلة ليس إحنا بال 2005 عندما شكلت حكومة الدكتور الجعفري أيضا الوزارة محاصصة ولملوم، وخاصة وزراء السنة جابوهم من الشارع من بيوتهم، خلينا نقول بهذا الاتجاه. الدكتور أحمد الشلبي كان الله يرحمه نائب، عمل حل لهذا الموضوع لأنه لقلة خبرة هذول، وبعد العملية السياسية في بدايتها شكل لجنة العقود، ولجنة العقود هي اللي أشرفت على كل عقود الدولة ولم يحصل هناك فساد. يعني المشكلة ليست مشكلة الوزراء، المشكلة بالكاريزما لرئيس الوزراء. القائد عندما يملك خبرة وكاريزما الإدارة وكاريزما القيادة يستطيع أن يخرج من كثير من المشاكل. سيد كامل، سيد كامل، المخرج يقول لي عندي بعد دقيقتين بكلمة أخيرة، مقومات نجاح الحكومة الجاية حتى أنتقل بقية الضيوف إذا تسمح. مقومات نجاحها أنه رئيس الوزراء لا يفكر كثيرا في موضوع اختيار الوزراء، أن يفكر بأن يجيب فريق عمل كامل في مكتبي بروفيشنال مختص يكون عنده الخبرة الكاملة في السياسة والاقتصاد والأمن. الوزراء ما مشكلة إدارتهم، ترى كل السهلة. نعم سيد محمد، مقومات نعم نجاح الحكومة الجاية بإذن الله تعالى باختصار لو تسمح. نعم أكيد راح أحاول أكون مختصر، لكن أولا حقيقة هذه لأن عندي دقيقة ونص اللي الأخوة يسرقون وبعدين يتهمون أخوي. إحنا ب200 مليون دولار نبني طريق دولي أنفاق جبلية من أربيل إلى 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 زاخو، أنتم 200 مليون دولار تصرفوها. سيد محمد، سيد محمد، هذا إحنا مو إحنا طلعنا من الموضوع اليوم، أنا بس سألتك سؤال ب30 ثانية إذا تسمح لي، مقومات نجاح الحكومة الجاية، هذا الموضوع ممكن نطلع به بحلقة خاصة لو تسمح سيد محمد. يتهم الحكومة حكومة أقليم كردستان، الشعب العراقي يجي كردستان وشايف كل شيء، وإحنا حقيقة أترفع أرد على هكذا مهاترات يسرقون ويتهمون حكومة أقليم كردستان. فيما يخص الحكومة السيد الشياع، بتصوري لازم أول شيء نشوف
الوضع العراقي حقيقة، وبعدين نعرف نوع القائد أو نوع المدير اللي نحتاجه للعراق. تسمعني أخ مصطفى؟ أنا أسمعك. واصلكم؟ أنا أسمعك. العراق يعني أول شيء، الأول أهم سؤال هو يا ترى السيد الشياع أو أي طرف آخر وقت يجي يستلم الحكومة يبني الحكومة راح يكون قادر يدافع عن بيته لو لا؟ إذا داسوا على صورته حشال جامير ال 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 الرجل الكريم جامير سيد محمد، حشاء الرجل هو راح يقدر يدافع عن بيته إذا سيد محمد إذا تسمح لي، وأنا سألتك سؤال بس قلت لك مقومات نجاح الحكومة الجاية، إحنا خلينا متفائلين، خلينا نحكي بموضوعية بالضبط أشرح لك هذه النقطة. والله كلك ذوق، أتمنى تسامحني لأن وقتي انتهى، بس لازم أرجع لسيد كامل. نعم. سيد كامل، مقومات نجاح الحكومة بأقل من نص دقيقة إذا تسمح لي. أولاً أخي العزيز، يبتعد عن إملاءات الأحزاب والكتل السياسية، أولاً يكون ويمتلك القرار الشيعي، وأنا أدري بيشجع طبعاً هو صديقنا وأخونا ورجل شجاع أقول لك إياها، فيبتعد أن يأخذ قرار شجاع ويبتعد عن كل الإملاءات الكتل السياسية، ويكون القرار ماله قرار عراقي ليس خارجي، قرار عراقي ليس خارجي. ليش تملى على دول وعندما يتخذ أي قرار ليش التليفون على دولة؟ إن شاء الله يا رب يكون القرار عراقي مثل ما قلت حضرتك، ومثل ما قال سيد عامر محمد عامر عضو الحزب الديمقراطي، والسيد زهير الشلبي عضو دورة القانون، والسيد كامل نوافل الغريري نائب سابق والأمين العام لحزب العراق هويتنا. إن شاء الله يبقى العراق هويتنا وهوية الرئيس الجديد وهوية رئيس الوزراء، ونبقى احنا عايشين بالعراق حالنا حال بقية الدول وحالنا حال بقية الأناس اللي عايشين في بلدانهم. باكر بإذن الله تعالى نفس الزمان نفس المكان، دبليو تي في وطن، مصطفى سعد، ثابت السياسة.